بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. أحباء الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم أخبار بلدنا. النهاردة يا جماعة احنا معانا أكتر من موضوع للنقاش وأكتر من حاجة عايزين نتكلم فيها ونتناولها بالتفصيل مع حضراتكم. بس أنا في البداية يعني حابب أسأل سؤال، يعني الناس اللي بتتابعنا والمشاهد اللي في البيت، انا نفسي اعرف الناس ليه مش ملتزمه يا جماعه بالقواعد بتاع الحظر؟ الناس ليه ما بقتش خايفه؟ الناس لما كانت الحالات 5 و10 و15 الناس كانت خايفه والناس كانت بتلتزم بالتعليمات بتاعه الحظر والتطهير والتعقيم وكل ده، والناس كانت فيه يعني كان في خوف اكتر من كده على نفسهم وعلى اولادهم وعلى بيوتهم وعلى اسرهم. الناس النهارده يعني الحالات 400 و500 والناس مفيش اي اهتمام لكده. ايه الداعي لكده؟ يعني انا يعني السؤال ده بجد يعني تعبني انا شخصيا، يعني انا عايز افهم. لما كانت الحالات 4 و5 و10 الناس كانت مهتمه والناس كانت خايفه والناس كانت بتخاف على اهلها وخايف على نفسها. النهاردة الحالات عندنا 400 و500 في اليوم الواحد ومفيش أي يعني مفيش اهتمام. الناس ما بقتش خايفة، الناس ما مش ملتزمة. طب وليه؟ طب ما احنا نخلينا في بيتنا نحمي نفسنا ونحمي أولادنا ونحمي أهلنا. يعني أنا مش عارف إيه الداعي في كده بجد. يعني أنا السؤال ده كان يعني كان نفسي أطرحه على الناس واخد رأيهم فيه. النهاردة أنا معايا أكتر من خبر، زي ما عودناكم ناخد أهم الأخبار معانا. يعني الناس برضو اللي بتسأل يعني أسبوع العيد هيبقى وضعه إيه والحكومة قالت إيه، يعني احنا نقول ببساطة كده، نبسط الموضوع ونبسط البنود اللي اتخذها دولة معالي رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي. يعني نقدر نقول ببساطة كده ان مواعيد حظر المواطنين من الحد للجمعة من الساعة 5 مساء. وقف جميع وسائل النقل، مفيش وسائل نقل يا جماعة، مفيش وسائل نقل عامة ومواصلات عامة من الحد للجمعة، مفيش وسائل نقل عامة معانا شغالة من الحد للجمعة اللي هو تقريبا من يوم 24 ليوم 29. مفيش صلاة عيد، مفيش صلاة عيد في الساحات أو الميادين العامة، مفيش صلاة عيد في الميادين أو في الساحات العامة. وسيتم إذاعة صلاة العيد فقط من خلال التلفزيون، سيتم إذاعة صلاة العيد من خلال التلفزيون. يعني يا جماعة مش عايزين نشوف المواقف اللي احنا بنشوفها دلوقتي، الناس اللي هي يعني مصرة على مخالفة التعليمات. مفيش صلاة عيد في الساحات ولا في الميادين العامة، وستقام وستذاع صلاة العيد فقط من خلال التلفزيون. برضو معايا يعني غلق المطاعم والشواطئ والمحلات التجارية طوال أيام عيد الفطر المبارك إن شاء الله. غلق المحلات التجارية وغلق الشواطئ، الناس اللي بتروح تصيف والناس اللي بتروح تقضي العيد في المصيف السنة دي، يعني تعالوا على نفسكم شوية عشان نخلص من الكابوس ده، عشان البلد دي تبدأ تتحرك وعشان نبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم احنا هنقول ايه في الفترة اللي بعد كده، ازاي هنبدأ نخرج من المرحلة دي وندخل في المرحلة اللي بعدها. لازم الناس تلتزم، لازم الناس تيجي على نفسها شوية. الناس كلها زهقانة، يا عم الناس كلها زهقانة واحنا اكتر ناس زهقانين، والشعب المصري بطبيعته بيزهق بسرعة. إنما ده مش حل. الناس خرجت وطول عمرها بتخرج وهتخرج، فما فيش داعي، ولازم نلتزم في الفترة دي علشان ربنا يحمي البلد دي وربنا يعدي الأيام دي بخير وسلام إن شاء الله. يبقى عندي غلق المطاعم والشواطئ والمحلات التجارية طوال أيام العيد، وبعد كده دراسة كيفية العودة التدريجية لدور العبادة في منتصف يونيو المقبل إن شاء الله. في دراسة
ازاي هنرجع تاني نفتح دور العبادة في منتصف شهر يونيو المقبل. ودي كانت اهم القرارات اللي اتخذتها الحكومة من خلال التدابير الاحترازية من خلال في اسبوع عيد الفطر المبارك ان شاء الله. ياريت الناس تلتزم، ياريت الناس تلتزم علشان خاطر نفسك وعلشان خاطر اولادك وعلشان خاطر بيتك وعلشان خاطر كل اللي بتحبهم. معايا خبر تاني مهم يا جماعة برضو، تعديل قانون حماية المستهلك. تعديل قانون حماية المستهلك، يعني ده قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، واللي نص والذي جاء فيه منح صفة الضبطية القضائية، الضبطية القضائية للعاملين بجهاز حماية المستهلك. الأول يعني احنا نقول التعديل ده ليه ومنح صفة الضبطية القضائية ده ليه؟ ده عشان منع الاحتكار في الأسواق وضبط الأسواق ومنع ضعاف الأنفس اللي بيستغلوا الفترة اللي البلد فيها وبيستغلوا انشغال الحكومة في وباء كورونا وبيبدأوا ان هم يحتكروا بعض السلع او بيرفعوا بعض اسعار السلع اللي بيحتاجها المواطن. منح الصفة الضبطية القضائية للعاملين بجهاز حماية المستهلك، وذلك لتحقيق الاهداف المرجوة منه والاطلاع من الجهات الحكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على كافة المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الشكاوى والحالات المعروضة على الجهاز، بالاضافة الى طبيعة عملهم، بالاضافة الى طبيعة عمل جهاز حماية المستهلك اللي هي فحص العينات وتحليل البيانات ومطابقة المواصفات بالمواصفات القياسية العالمية، تمام، وطبعا ضبط الاسواق وضبط الاسعار، وده للوصول للغرض منه الاساسي اللي هو حماية المستهلك. طيب احنا بنقول على قد ما احنا شفنا الفترة دي وعلى قد ما بينت معدن الشعب المصري الأصيل اللي تكاتف يد واحدة من أجل مقاومة هذا الوباء، ومتضامنا مع القيادات السياسية والحكومة اللي يا جماعة ضربت أروع الأمثلة، يعني في عندنا بلاد احنا ما شفناش اللي بيحصل في مصر. مفيش دولة في العالم أصيبت بفيروس كورونا وخلت العمالة اللي فيها. الحاجة التانية اللي انا عايز اتكلم فيها، على قد احنا ما شفنا، على قد ما شفنا فعلا الناس اللي بتساعد، كميات الشنط، كميات الكراتين، كميات الوجبات اللي كانت بتتوزع على العمالة المؤقتة والفقراء على قد ما شفنا برضو، يعني مش عايز اتكلم بس يعني لازم نوضح، وده دورنا ان احنا نوضح بعض ضعاف الانفس من التجار اللي بيستغل الفترة دي وبيحتكر بعض السلع، زي ما شفنا كده في موضوع المطهرات والكمامات والحاجات اللي احنا كنا بنقابلها والاسعار بتاعتها اللي وصلت اسعار خرافية، طبعا بقيادة الدولة وبقيادة القيادات التنفيذية لدى الدولة تم السيطرة على مثل هذه الحالات الفردية والحالات القليلة، عشان برضو ما نقولش ان الموضوع كبير، لا، هي قلة قليلة، من ضعاف الانفس اللي بيستغلوا انشغال الدولة وانشغال جهاز حماية المستهلك والجهات المعنية بضبط الأسواق، وبعد كده يبدأ ان هو يحتكر بعض السلع او بيقوم برفع سعرها. دي كانت اهم الاخبار معايا النهاردة. برضو يعني انا في حاجات بقى كنا عايزين نتكلم فيها، الناس برضو يا جماعة، انا اسف الناس اللي بتبعت اد على الصفحة الشخصية عندي، انا الصفحة الشخصية مش قادر استقبل
اضافات فيها لان هي اكتمل عددها. فالتواصل هيبقى من خلال صفحه البرنامج اللي معروضه قدام حضراتكم كده على الايه، على على الشاشه. حاجه تاني حابب اتكلم فيها قبل ما اطلع فاصل، وهو يعني حاله ما ازاي ان احنا ناخد قدوه حسنه من بعض الناس. معايا حاله فريده، حاله النهارده طبعا الحلقه يا جماعه بتاعتنا عنوانها حب مصر وتشجيع الشباب والحث على العمل وتشجيع الصناعه المحليه. تمام، معايا النهارده ضيفتي يعني حاجه كده، حاجه مشرفه، حاجه مشرفه وحاجه تليق باسم الكادر والشباب المصري الداعم لوطنه والداعم لنفسه في ظل القوانين، قوانين الاستثمار وتشجيع العماله وتوفير فرص العمل للشباب. عايز برضو اتكلم عن حاجه، الاستاذ طارق الجباس. الاستاذ طارق الجباس يعني اخويا الكبير، وطبعا هو مدير البرنامج، والاستاذ طارق طبعا من اعلام التصوير الفوتوغرافي في مصر وملقب بمصور الرؤساء. حابب اقول الموضوع علشان ناخد الموضوع ده قدوة لينا كلنا ومثل اعلى يحتذى به. الاستاذ طارق زي ما قلت مصور الرؤساء، في طبعا في ازمة كورونا والازمة الاقتصادية اللي فيها البلد. طبعا هو يعني رجل مشكورا، ربنا يبارك له في اولاده. استاذ طارق يعني اولاده طب وحقوق وثانوية عامة، فما شاء الله عليهم. يعني استاذ طارق عامل فرشة خضار في بيته، فرشة خضار في بيته، مصور الرؤساء، عشان يدعم وعشان يدي مثل لأولاده ان الشغل عمره ما كان عيب، الشغل عمره ما كان عيب. كل التحية والتقدير، كل التحية والتقدير للمصور الصحفي الأستاذ طارق الجباس، أخويا الكبير وصاحب فضل عظيم علينا. خلونا ناخد فاصل ونرجع بعد الفاصل. حابين نتكلم عن تشجيع الدولة، تشجيع الدولة وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعم الشباب ودعم المشروعات متناهية الصغر. النهاردة يا جماعة أنا معايا مثال حي لكده، معايا بعد الفاصل الأستاذة رويدة الشامي رئيس مجلس إدارة مصنع الشامي للمصنوعات الجلدية والأحذية. انتظروني بعد الفاصل.
ورجعنا لكم تاني احبائي الكرام، وفي انتظار ضيفتي العزيزه الاستاذه رويده الشامي، احنا في انتظارها ان شاء الله، بس هي في كده حاجه يعني ربنا يسهل وتبقى موجوده معانا في الفقره الجايه. انما انا برضو حابب اكمل كلامي في اتجاهين مع حضراتكم. اول حاجه يعني رهان الحكومه ورهان القيادات على وعي الشعب ووعي المواطن. عندنا في الأرياف الأسواق بيتم ضبطها بإحكام لمنع التزاحم. طيب الناس اللي بتسأل وبتقول طيب والعمالة المؤقتة هنعمل فيها ايه؟ والناس دي ايه ذنبها؟ مفيش حد ليه ذنب، دي حاجة من عند ربنا، ده وباء، مش عايزين نقول جائحة، لا ده وباء وده مرض من عند ربنا. لازم كلنا نقف، ولازم كلنا نقف ايد واحدة، ولازم كلنا نقف ايد واحدة علشان نعدي المرحلة دي على خير ان شاء الله. العمالة المؤقتة انا في وجهة نظري ان الحكومة والقوى السياسية والدعائم الاساسية للوطن ما اثرتش كتير، ما اثرتش مع العمالة المؤقتة، لا بالعكس، احنا شفنا الناس اللي صرفت المنحة دفعة اولى وتانية وتقريبا التالتة هتتصرف او اتصرفت تقريبا. غير كده يعني الاهالي متعاونين جدا ما شاء الله. احنا عندنا الاحزاب السياسيه ودورها في الشارع، المحليات ودورها في الفتره دي واداره الازمه. انا ارى ان اداره القيادات السياسيه والحكومه في بلدنا ادارت ازمه الكورونا على اكمل وجه الى الان. انما خلينا نقول ان في كل وقت وفي كل مرحلة لازم تكون فيه صعوبات. معايا تليفون الاستاذ طارق الجباس، اخويا الاستاذ طارق الجباس الصحفي والمصور الكبير، مصور الرؤساء. استاذ طارق اهلا بحضرتك معايا. اهلا بيك استاذ، واهلا بكل اعزائك المشاهدين. يا رب يخليك يا استاذ طارق، اخبار حضرتك ايه؟ تمام الحمد لله رب العالمين، ربنا يخليك. تحياتي ليك وتحياتي لاداره البرنامج وتحياتي لكل العاملين بالصحه والجمال وبرنامج اخبار بلد. ربنا يخليك يا استاذ طارق. استاذ طارق يعني انا كنت بتكلم قبل الفاصل في الموقف النبيل والجميل اللي حضرتك عملته واللي لفت انتباه كل مواقع السوشيال ميديا وكل وسائل التواصل. انا عايز اعرف يعني قبل اي شيء يعني دكتور محمود في طب، تمام ان شاء الله، والاستاذ عبد الله، بيعمل دراسات عليا في القانون ومع لسانس حقوق، تقدير جيد جدا. ربنا يخلي يا باشا. ومين تاني عندنا؟ فكري، ومعايا فكري في سنه ثالثه اعدادي ان شاء الله. ربنا يخلي يا استاذ طارق، وربنا يخليك ليهم يا باشا. الله يخليك. استاذ طارق يعني كنت حابب اعرف من حضرتك ونوضح الرؤيه والرساله اللي حضرتك كنت عايز تقدمها باللي انت عملته. هو في البدايه طبعا احنا كلنا عارفين ان احنا مصر او العالم كله بيمر بازمه فيروس كورونا، اللي طبعا اللي عمل نظريه تباعد شويه ما بين الناس، تباعد اجتماعي. تمام. عشان عددنا من العدوى، فده اثر على مجالات كتيره جدا. طبعا حضرتك فاهم وعارف ان احنا صحفيين شغالين في جرايد ومواقع، لكن اكيد اي حد يبقى ليه عمل خاص بعد الظهر. انا عندي عمل خاص بعد الظهر، عندي مكتب تصوير. تمام. حفلات ومؤتمرات، لكن طبعا انت عارف ان المكتب ده بيشتغل بالليل تملي بعد الساعه 5، وانت عارف ان بعد الساعه 5 بيبدا الحظر، يبقى اذا المحل في الوقت ده خلاص مفيش. مش شغال.
تمام. وكمان الحفلات اوريدي كمان مش هتبقى شغاله، فده اثر علينا طبعا. فجاتني الفكره ان انا لازم يكون ليا عمل موازي، زي ما انا متعود على ان انا عندي شغل اضافي، لان انا عندي التزامات تانية. فطبعا انا عندي بيتي واقع في شارع السوق، مكانه في شارع السوق. شارع السوق ده في مدينه العياط، تحديدا في قريه الجمل والمتانيه. برضه نظريه التباعد الاجتماعي، تم غلق السوق ده نهائي. عشان فانا حبيت التجمعات. اعمل اعتقد التجمعات، فانا حبيت اعمل سوق موازي تانية، مواد تاني. تمام. فعملت السوق ده استاذ سيد في مدخل البيت عندي. بدات ان انا اروح اجيب الخضار من الفلاح واحطه عندي في مدخل البيت، احطه عندي في مدخل البيت عشان اقدر ابيع الخضار. طب ليه الخضار تحديدا؟ لان طبعا دي نظريه استهلاك اكل وشرب، ولازم أن اكون حريص على توصيل المنتج ده، لان انا فوجئت بلقيت العميل او الزبون يوميا موجود في الشارع بيدور على المنتج اللي عايز ياخده. تمام. فانا حبيت اقول له خلاص طالما انت جيت انا المنتج معايا اهوت، وانت هتشتريه باسعار مخفضه، لان انا جايبه في سعر اوريدي مخفض، مفيش سمسارة الشادر ولا سمسارة يعني شادر حضرتك يا ولا استاذ زي طارق ما بنقول. بتجيبه بتجيب الخضروات والفاكهه دي من الفلاح اللي ايوه عند حضرتك، مفيش وسيط، مفيش تاجر. لا بالظبط كده، بجيبه من منبع اساس سيد. تمام. فعشان كده انا ببيع مثلا، يعني انت مثلا عمرك ما هتلاقي كيلو طماطم مثلا ب 3 جنيه ونص غير عندي انا، لان تمام. انا اوريدي جايبه من الفلاح ب 3 جنيه. معروف ان كل الطماطم ممكن يبقى ب 6 وممكن يبقى ب 5، كل ده لان في ميزان بسكول وفي نقل وفي عربيات أكيد وفي شوادر وفي مزاد وكده. أكيد. لكن انا بروح بعربيتي انا الملاكي، بجيب الكلام ده كله في شنطه عربيتي، بجيبه طبعا على اكثر من مرحله، وابدا ان انا افرش بيه يا استاذ سيد، وابدا ابيعه في مدخل البيت بتاعي اللي انا زي ما قلت لحضرتك واقع فين؟ في شارع السوق. طبعا نسيت اقول لحضرتك حاجه تانيه كمان، تفضل. ان مصر في الايام الاخيره ديت الصحافه تمرض ولا تموت. فالصحافه محتاجه انها تكون بعافيه شويه. احنا شغالين في جرائد ورقيه، الجرائد الورقيه عارفين ان في ازمه كبيره جدا بسبب التوزيع. بسبب التوزيع احنا مش بنصدر ان احنا نتكلم توزيع ده سببه ايه، عدم وجوده يعني، سواء تمام. ارتفاع سعر الورق، سواء مناهضه السوشيال ميديا. لكن في 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 ازمه كبيره بتمر بالصحافه الورقيه في مصر. فكان لازم طبعا ان احنا نشوف حاجه تانية عشان اجورنا متدنيه. الاجور المتدنيه ديت كان لازم نخلي كل صحفي يبدا يشتغل في اي عمل تاني اضافي. طبعا تمام. زي حضرتك عارف ان انا عندي مكتب تصوير وخدمات اعلاميه، وانت عارف بسبب الكورونا كل ده انتهى. طبعا كان من البدايه ان ممكن ولادي يزعلوا، ازاي بابا انت راجل مصور صحفي كبير وصورت رؤساء مصر وصورت وعملت كل ده، ازاي بعد كل ده انك انت ممكن هتيجي تشتغل وتبيع على فرشه خضار؟ تمام. انا كنت عايز اوصل رساله لاولادي ان مفيش انت حاجه بتوصل رساله اسمها. يا استاذ طارق للشعب المصري كله مش لاولادك بس، صدقني. الله يخليك يا استاذ سيد، ما نحرمش منك ولا من زورك. اتفضل. فانا كنت حبيت اوصل رساله لاولادي ان مفيش حاجه اسمها عيب، مفيش حاجه، الشغل مش اكيد عيب، طبعا طبعا طبعا. واي عمل شريف بتاكله بالحلال هو 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 ده الشغل اللي المفروض انك تعمله. اكيد. الحاجه الثانيه انا كنت عايز اوصل بقى رساله ثانيه للسياده المكتب الصحفيين اتفضل. دكتور ضياء رشوان. انا كنت عايز اقول له رفقا يا دكتور ضياء بالصحفيين، المفروض يكون ليك نظره شويه للصحفيين، المفروض يبقى في صندوق طوارئ، المفروض انك انت مش عايز اقول لك تزود البدل، عايز اقول لك انت لازم يكون في حلول جذريه للساده الاعلاميين والساده الصحفيين اللي بيلجأوا ان هم يشتغلوا اعمال اخرى تانيه. ومره تانيه انا بقول ان انا الشغلانات بتاعتي مش مكسوف منها، بالعكس لان تمام. سعيد جدا بان انا شغال بيها، بس يجب ان احنا لازم كل واحد يشتغل في الكارير بتاعه. وانا كنت عايز الفت نظر حضرتك لحاجه يا استاذ سيد، واقول الكلام ده لبعض الناس اللي كانت بتتابعنا على موقع التواصل الاجتماعي وبعض التصريحات اللي شافوها في بعض القرايب. تفضل. انا صحيح فعلا عندي فرشه خضار، وصحيح انا ببيع خضار، ولكن ساظل صحفيا أكيد. بايع خضار
وسوف احنا اعرف كلنا ضعف بنتعلم الانسان منك مش يا استاذ هقدر طارق، ان انا ربنا يخليك مش هقدر اتكلم احنا عن غيري. كلنا بنتعلم منك يا استاذ طارق، الله والكل يخليك يعلم من ويشكرك، هو طارق الجباز. الله يخليك اشكرك، تحياتي لحضرتك طبعا، وانا سعيد طبعا بان انا دخلت في البرنامج بتاع حضرتك، برنامج شكرا كتير يا استاذ طارق، ومشاهدته عاليه جدا، يا رب وسعيد جدا يخليك. انك سمحت لي ان انا اقعد على التليفون كل ده، لان انا من بدري عايز اتصل عليك وعايز اقول لك انا نفسي اخش وعايز اوصل صوتي. فبشكر كل الساده المشاهدين اللي سمعوني واستحملوني، وبشكر اداره البرنامج عندك انها سمحت لي ان شكرا انا يا استاذ ادخل واعمل طارق، المكالمه ديت، وانا بتوجه لك بعد. شكرا. شكرا للاستاذ طارق الجباس، مصور الرؤساء، واللي بيضرب اروع الامثله واروع المواقف اللي كلنا بنتعلم منها، واللي في الفتره اللي فاتت دي يا جماعه موضوع الاستاذ طارق يعني تناولت يعني كل وسائل التواصل الاجتماعي اتكلمت عليها، ومكان لازم ان احنا نتعرض ليها. عندي برضو اكتر من رسالة جات لي بخصوص الثانوية العامة وامتحانات الثانوية العامة. كتير من الطلبة وكتير من اولياء الامور اللي كلموني او بعتولي رسائل او كلموا ادارة البرنامج في حتة احنا مش عايزين امتحانات ثانوية عامة في الفترة دي نظرا للظروف اللي فيها البلد، وده عشان نكون موضوعيين برضو، ده كان الأكثر، ده كان أكثر المكالمات والرسائل اللي جت كانت بتطالب بتأجيل امتحانات الثانوية العامة علشان ظروف الكورونا وظروف التعقيم. طيب، وبرضو في ناس كلمتنا في حتة امتحان القدرات، ان احنا نبدل او نعمل امتحان قدرات بدل امتحانات الثانوية العامة. ناس تانية اتكلمت وقالت لا يا جماعة امتحانات القدرات هتدخلنا في حتة احنا مش عايزينها، حتة المحسوبية، حتة الناس دي ليها والناس دي عليها والكلام ده كله، فاحنا مش حابين كده. طبعا انا ادعم السيد وزير التربية والتعليم في قراراته، لان هو ادرى بمصلحة اولاده. انما انا ليا سؤال حضرتك، احنا بنتكلم في حوالي 1,400,000 طالب هيأدوا امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية. احنا اخدنا بعض التدابير وبعض الخطوات الاحترازية علشان نحافظ على اولادنا، بس عايز برضو الفت انتباه حضرتك لحاجة. انا بسلمك ابني في ايدك، طيب اللجان قلنا في اكتر من خطوة يعني تقريبا كده بعضها على ما اتذكر، ان كل 14 طالب هيبقوا تقريبا 14 طالب تقريبا هيكونوا في لجنة بالمسافات والابعاد المتفق عليها، و اللي احنا بنتكلم فيه. طيب دي اللجان، حضرتك هتقدر تعقم وسائل المواصلات للطلبة دول؟ طيب انا معايا الاول ناخد الاستاذة رويدة الشامي، رئيس مجلس ادارة مصنع الشامي للاحذية والمنتجات الجلدية. استاذة رويدة، ازاي حضرتك يا استاذ سعيد؟ استاذة رويدة عاملة ايه اخبارك؟ الحمد طمنينا لله على تمام، حضرتك. الحمد لله، بس للاسف كان نفسي النهارده احضر الحلقه مع حضرتك، بس الطريق زحمه جدا جدا جدا، وطبعا احنا طريق سفر، فللاسف تقريبا غالبا مش هلحق. فعموما مفيش اي مشكله، تتعوض ان شاء الله في حلقه تانيه، لكن طبعا مش هينفع ان انا ما اتكلمش مع حضرتك ومع الساده المشاهدين حتى على التليفون يعني. ربنا يخليك يا استاذه رويده، احنا ملناش حظ، بس ان شاء الله تتعوض، انت حضرتك معانا في البرنامج يعني ده طبعا شرف لينا قبل اي حاجه. شرف لينا احنا والله يا استاذ
سعيد، ربنا يكرمك. طيب استاذه رويده، احنا يعني في عجاله كده ونستفاد في وجود حضرتك معانا، يعني حابب اعرف من حضرتك يا استاذه رويده، هي الفكره دي جات لك ازاي؟ يعني خلينا نقول بس كام سؤال كده مهمين ما ينفعش ما يتقالوش. تمام. والله اول حاجه الفكره جات لي بالصدفه جدا، هو ما كانش مجالي وما كانش في تفكيري القصه دي خالص، بس بالصدفه وانا فاتحه الفيس لقيت مبادره تخص الشباب. المبادره دي احقاقا للحق برضه لازم نذكر اسمهم، اسمها المصريين اولى. دخلت بالصدفه شفت المبادره، لقيت عندهم تدريب للشباب، فقلت طب ليه لا، مع ان المجال طبعا المفروض ان هو كله مجال رجالي، يعني لا يخص السيدات نهائي. دي حقيقه. بس انا يعني سيده مغامره شويه، فقلت لا ليه لا، ما فيش اي مشكله طالما يعني ما فيش ما يعيب الموضوع. قررت واخدت القرار فعلا، وطبعا انا من محافظه بني سويف، اتجهت للقاهره ورحت للمبادره واتكلمت معاهم واخدت تدريب لمده اسبوع بالفعل، واخدت القرار ان شاء الله في يوم من الايام هبقى صاحبه المشروع ده وهكبره وهينجح، واللهم لك الحمد ربنا وفقني. طيب ليه يا استاذه رويده يعني حضرتك يعني ليه المصنوعات الجلديه؟ ليه مش الملابس مثلا؟ بما ان حضرتك سيده ويعني يعني مجال الملابس يعني يمشي مع سيده، انما المجال بتاع الاحذيه ده اغلب العاملين فيه يعني من الشباب ومن الرجال. والله يا استاذ سيد زي ما قلت لحضرتك، اولا انا ست مغامره، يعني انا بيعجبني جدا لما بشوف نماذج في المجتمع، ست بتسوق تاكس، ست بتسوق عربيه نقل، مش عارفه ست داخله في مجال مش مجالها خالص، ست نازله فاتحه ورشه نجاره، ست نازله مش عارفه ايه، ليه لا، ما فيش ما يعيب الست ان هي تشتغل اي شغلانه طالما شغل حلال وطالما هي تقدر تنجح وتتفوق في الشغل ده، ما فيش ما يمنع. بخلاف ان انا الحمد لله يعني شايفه ان احنا كمصر خرجنا بره، تفكيرنا خرج بره الصندوق ده، ويعني بدانا نغير الفكر ده، ما فيش حته ست وراجل، وخصوصا طالما الموضوع محتاج فكر جديد مش محتاج عضلات زي ما بيقولوا يعني، فما فيش ما يمنع. استاذه رويده، منتجات المصنع، يعني انا معايا فيديو لمنتجات المصنع، بس حابب برضو اعرف من حضرتك بالتفصيل كده عن منتجات المصنع عباره عن ايه؟ وفيها حاجات سيدات؟ اه طبعا عندنا كوليكشن جميل جدا جدا للسيدات، وعندنا كوليكشن اكتر من رائع للشباب وللاطفال كمان. الحمد لله المصنع بتاعنا تميز في ان هو يعني يوافق اذواق كتير في المجتمع. في نفس الوقت كنت قاصده جدا وانا بصمم الشغل بتاعنا وبنزل الشغل بتاعنا ان انا انزل خامات عاليه بكواليتي عاليه وخامات متوسطه، الشعب المصري كله يقدر يلبس من مصنعنا، اقدر اوفي احتياجات الناس كلها، اللي ذات امكانيات عاليه واللي ذات امكانيات قليله. واحنا بندعو وبنتضامن مع مصنع الشامي والمبادره اللي مقدماها الاستاذه رويده الشامي، وبندعو كل المحلات وكل تجار الجمله للتعرف على منتجات والتعرض ليها لمنتجات مصنع الشامي. وارقام التليفونات يا جماعه على فكره بتاعت المصنع للتواصل نازله على الشاشه معانا. ارجع لحضرتك برضو يا استاذه رويده، يعني حضرتك عايز اتكلم في حاجه، يعني انا كنت مستني حضرتك عشان نتكلم في الموضوع ده بصراحه بجد، يعني والله انا اللي زعلانه يعني جدا خير خير الحمد لله، يعني منعه وكان حائل ما بيني وما بينكم، بس قدر الله ما شاء فعل، الحمد إن شاء لله هتتعوض يعني. الحمد لله. استاذه رويده، عقده الخواجه اللي عند الشعب المصري، صحيح عقده الخواجه اللي عند الشعب المصري، يا ترى قلت في الفتره الاخيره دي؟ يعني قلت مع دعم القيادات السياسيه وفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي للشباب ودعم المشروعات الصغيره ومنتهى الصغر، العقده دي خفت شويه ولا لسه زي ما احنا؟ تمام، خلينا نتكلم بكل صراحه برضو، انا هتكلم مع حضرتك، انا من الشباب اللي كان عندها عقده الخواجه دي الاول. برضو تمام تمام تمام. انا كان عندي عقده الخواجه، بس هقول لحضرتك على حاجه، اتفضلي. طالما ما كانش في بديل فكان لازم يبقى في عقده الخواجه، لكن دلوقتي الحمد لله بقى في عندنا بدل البديل بدايل كتير. انا مش بتكلم عن طبعًا. مصنع الشامي بصفه خاصه، لا انا بتكلم عن المصانع المصريه بصفه عامه. تمام. الحمد لله بقى في مصانع كتير بتتفوق على المصانع الصينيه بالتحديد، يعني انا هتكلم عن الصين لان الصين تقريبا هو يعني السوق الاستيراد الصيني ده اعلى سوق عندنا. بالظبط تمام بالظبط. ف
فانا يعني هحددها في كلامي بالاخص وبالتحديد. لا اللهم لك الحمد، احنا كمصريين بقى في مصانع زي الشامي وغيره، لا تفوقنا كتير جدا عليهم والحمد لله الكواليتي عندنا اعلى. هرجع واقول لك احنا كان ينقصنا الشكل، هم دايما ما بيهتموش بالكواليتي زي الشكل، بيهتموا بالشكل فقط. طيب خليني اخد منتجات المصنع يا استاذه وبعد كده ارجع لحته عقده الخواجه بعد اذنك، يعني عايز اعرف بس عشان المشاهد اللي معايا يعرف تمام. منتجات المصنع ايه بالظبط. تمام، احنا منتجات المصنع طبعا عندنا زي ما حضرتك هتعرضها في الفيديو، احنا المصنع بتاعنا طبعا متنوع، احذية، كوتش، شنطة، حزام، محفظة، بورتوفيهات، كل حاجة. لكن حاليا الفترة اللي احنا فيها دي احنا مكثفين شغلنا ككوتش بكل اشكاله وبكل انواعه. المرحلة اللي جاية بإذن الله هيبقى مرحلة شنط مدارس وهيبقى محفظة وشنطة. تمام، نرجع لعقدة الخواجة لأن ما كانش متوفر البديل، ودي حقيقة. أنا يعني أنا بضم صوتي لصوت حضرتك إن فعلا عقدة الخواجة دي كانت جاية علشان أو كانت موجودة علشان ما كانش فيه بديل متوفر. طيب تمام، خليني أتكلم في حتة تانية أستاذة رويدة، حتة يعني الشباب بقى. الشباب اللي قاعدة مستنية وظيفة رئيس مجلس إدارة أو مدير بنك، نقول لهم إيه دول؟ نقول لهم إيه؟ احنا كنا عايزين حضرتك موجودة النهاردة عشان تتكلمي وعشان الناس تشوفك وتاخدك مثل، بس ان شاء الله انت معانا الحلقة الجاية بإذن الله وهنعوض الحلقة دي بإذن الله يا استاذ رويدة. عايز اخد رسالة من حضرتك للشباب دي. هقول لهم كلمة واحدة بس، الايام اللي احنا فيها دي اختلفت عن زمان، فلو انت قاعد مستني يجي لك وظيفة في بنك فخليك قاعد ومستني لانك هتستنى كتير حضرتك. تمام. اما لو انت نازل وعايز تشتغل شمر ايدك وانزل السوق وربنا هيكرمك وهيوفقك. تمام. في اي مجال ايا كان، انزل وتعامل واشتغل وفكر ازاي تطور من نفسك ولازم هتنجح، لان ربنا مش هيضيع مجهودك ابدا مهما كان. ايا كان شوف انت تفكيرك متوجه لايه وانزل واشتغل. لكن لو انت هتفضل قاعد مستني، لا انت هتستنى كتير، لان الوقت اللي احنا فيه ده ما بيسمحش بكده، والظروف اللي احنا فيها دي ما بتسمحش بكده. وعلى فكره مش احنا بس كمصر، لا الدول كلها دلوقتي اتجهت لفكره التصنيع وفكره ان الواحد ينزل يشتغل بنفسه، مفيش فكره المكاتب دي خلاص انتهت. ولو أكيد. عايز تقعد على مكتب اصنع لنفسك الكرسي اللي هتقعد عليه برضه بمجهودك وبتعبك. حقيقي حقيقي استاذ رويده، عندنا منتجات في مصنع الشامي نقدر ننافس بيها سوق المستورد، خاصه سوق الاستيراد من الصين. طبعا عندنا طبعا. عندنا عندنا الكواليتي ده او حتى قريب منه استاذه. هقول لحضرتك على حاجه، انا الحمد لله اول ما كان الموضوع لسه فكره في دماغي، انا كان هدفي الرئيسي ان يبقى عندي بطاقه تصديريه واطلع منتج مصري اصيل اصدره لدول العالم. انا شايف حاجه جميله والله قدامي على الشاشه، احنا بنعرض الفيديو بتاع حضرتك والمنتجات، حاجه جميله ما شاء الله. ميرسي جدا. اتفضلي يا استاذ. انا ما كانش هدفي ان انا اشتغل على مصر بس، لا انا كان هدفي ان احنا ان شاء الله نصدر للدول التانية، وما زلنا الحمد لله الحمد لله الى الان ده هدف وهنوصل له قريب جدا جدا. بس يمكن اللي عطلنا عنه الظروف اللي مر بيها العالم كله وهي الكورونا، ربنا يزيل الوباء عننا جميعا يا رب ان شاء الله. باذن الله بمجرد ما ربنا يزيل الغمه دي حضرتك هتشوف منتجات مصنع الشامي، هتشوف ميد ان ايجيبت في دول تانية باذن الله ان شاء الله يا استاذ، عايزينك فوق الدنيا كلها. طيب استاذ رويده عندك كام عامل في المصنع؟ وانت 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 حريصه على توفير فرص العمل للشباب؟ طبعا طبعا ده اكيد. تمام. بس طبعا الحرص في الاول وفي الاخر للعامل اللي عنده كفاءه، العامل اللي عايز يشتغل، مش العامل اللي عايز ينام او ما يشتغلش ويقبض مرتب على الفاضي. لكن طبعا الحمد لله عندنا فرص للعمل وعندنا الدنيا كويسه جدا، وعندنا ناس مش عايزه اقول لحضرتك الحمد لله بتقبض مرتبات احسن من ناس كتير ومن فئات كتيره في المجتمع. مش عايزه اذكر اسماء عشان الناس ما تزعلش مني، لكن فعلا بيقبضوا فلوس اللهم بارك احسن من ناس قاعده على مكاتب يعني. ربنا يبارك يا استاذ رويده، بس انا برضو حابب اعرف دور الدوله، دور الدوله مع حضرتك في مشروعك، هل حصلتي على مساعدات؟ وهل هناك نية؟ يعني في نية عند حضرتك ان انت تكبري المصنع ده السنة الجاية نلاقي براند عالي كده، ويعني مثلا ممكن نقول ناخد قرض او قروض من صندوق الشباب او البنوك الداعمة لمشروعات
الشباب والمشروعات متناهيه الصغر؟ وارد طبعا، ليه لا، يعني مفيش ما يمنع ذلك طبعا. انا ممكن اعمل كده، وفي تمام. دماغي كده وعندي طموح ان انا احققه، وفي دماغي ان المصنع يبقى مصنع واثنين وثلاثه، وفي دماغي ان هو يبقى في اكتر من فرع هنا في الصعيد وفي القاهره وفي اكتر من محافظه، فليه لا طبعا وارد كل ده انه يحصل. لكن الى الان انا الحمد لله هي الجهود كلها الى الان ذاتيه خاصه بينا احنا. استاذه رويده، في يعني في نهايه لقائي مع حضرتك، يعني انا سعيد الاول، يعني حتى مجرد يعني استفدنا باراء واتجاهات حضرتك، انما ان شاء الله يعني تتعوض الحلقه الجايه ان شاء الله، ونكون يعني ظبطنا الدنيا كده ونتكلم باستفاضه في الموضوع ونعرض بعض المنتجات، وانا بضم صوتي لصوت حضرتك للشباب، احنا يا جماعه عايزين نشتغل وعايزين ننتج، وشايفين قدامنا مثل حي لشابة طموحة بنت نفسها بنفسها، كان ده مجرد حلم بالنسبة لها من سنتين، وانا بتكلم مع الأستاذة رويدة من حوالي يومين، فقالت لي ان ده كان بالنسبة لي حلم، وحتى كانت هي عاملة لقاء قبل كده في بعض القنوات، واتكلمت عن الحلم ده من حوالي سنتين او سنتين ونص، والنهاردة هي قدام حاجة قائمة بالفعل، شايفين المنتجات معانا ما شاء الله، حاجة جميلة وحاجة مشرفة وحاجة تدعو للسرور والبهجة، ان انت عندك منتج تقدر تنافس بيه المنتج المستورد. شكرا استاذ رويدة، وفي انتظار حضرتك الحلقة الجاية ان شاء الله. عايز في عجالة في عجالة في عجالة اتكلم في حاجة بسيطة خالص، ازاي اصنع لنفسي الكرسي اللي انا عايزه جوه المكتب المكيف. دي بقى العقدة بتاعتنا وبتاع الشباب بتاع شباب اليومين دول، مش كلهم بس انا عايز نقول كلنا تحيا مصر، وربنا يعدي الايام ويعدي المحنة دي على خير، علشان نبدأ ندعم مثل هذه المشروعات وندعم مثل هذه الشباب دولة اللي بيقدموا وبيضربوا أروع الأمثلة في الاجتهاد والطموح. عاشت مصر حرة أبية. أحبائي الكرام، دمتم في أمان الله، كان معكم سيد يوسف.